ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل رز بلبن احلى بكتير جدا بتاع المحلات. مع المقادير بتاعته سهله جدا، دول 2 كيلو لبن مش مغليين عاديين، ومعايا كوبايه من الرز مغسول منقوع، ودي قشطه. انا كان عندي قشطه محطوطه في الفريزر وجبت عليها علبه من السوبر ماركت، ومعايا 3 معالق كبار من كريم الشانتيه، معلقتين من النشا، معلقتين من اللبن البودر، نص معلقه صغيره من الفانيليا، وطبعا السكر ده حسب الرغبه، يعني حسب ما نحتاج، عايزين مسكر كتير، عايزين مسكر قليل، على حسب ايه السكر بتاعكم. يعني دلوقتي هجيب ميه مغليه واحطها على الحله، حوالي 4 كوبايات من الميه المغليه، واول ما الميه تغلي معايا هنزل على طول بالرز. معايا كده حوالي الميه المغليه اهي، 4 كوبايات ميه مغليه، هنزل عليهم بالرز. كده على كده تقليبتين. انا عايزه الرز معايا يستوي كويس بحيث الحبات بتاعته تنفش معايا. هسيبه بقى كده لحد ما يستوي معايا، او بمعنى اصح يعجن معايا خالص. وبعد كده معايا اهو اتشرب، شايفين الشكل ده كده. هنزل بقى عليه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هو اتشرب، بس لسه ما استواش قوي، لسه مدقدق. انا عايزاه يكمل سواه في اللبن بحيث ان هو ياخد طعم اللبن ويبقى طعمه ألذ. تمام، هعلي النار تاني بقى واسيبه لحد ما اللبن يبدا يغلي معايا. اول ما الاقي اللبن يغلي معايا، بس باستمرار بالتقليب عشان الرز هتلزق معاكي في القعر من تحت، هقلب كده كويس كويس جدا. وبعد كده اول ما الاقي اللبن يغلي معايا دخل معايا في السوا، هنكمل تاني مع بعضينا الرز بلبن ازاي. كده يا حبايبي الرز معايا استوى خالص اهو، ما شاء الله حلو جدا. هنزل بقى كده بالقشطه كده واقلب. شكرا. ايه هتسيح؟ كله هيسيح مع بعض دلوقتي. كده وانزل باللبن النيدو. اللبن النيدو والقشطه والكريم شانتيه دول لازم كده اساس عشان يديك الطعم ده بتاع بره بالظبط، وكده اساس ده اصلا بيعزز الطعم، فاهميني؟ ما عندكيش لبن نيدو عادي ممكن ما تحطيهوش، مفيش اي مشكله خالص، بس كريم شانتيه بيعزز طعمه. مش موجود عندك كريم شانتيه؟ ممكن لو كريمه لباني، عندي كلمة لبان مش أي مشكلة برضه. تعالى بس بالمضرب عشان البلد تفك معايا. شوفوا ده كده هضيف بقى حبيبي كلمة الشرطين. شوفوا ده كده قلب كويس، قلب قلب كويس. شكله كده هضيف بقى السكر، بس طبعا مش كتير زي ما احنا عايزين، يعني سكر زيادة سكر قليل زي ما احنا حابين. قلب كده وندوق الطعم، يعني لو محتاج تاني نضيف، مش محتاج خلاص. انا لسه ده كله محطتش النشا، النشا اخر حاجه عشان هختم بيها بقى، هي والفانيليا. هضيف بقى كده حبايبي النشا، انا قلبتها بشويه كده من اللبن، بس مش هحط الكميه كلها، هحط شويه صغيرين واقلب عشان ما تقلش معايا قوي، انا عايزه القوام بتاعه كده كويس. اول ما احس ان هو بدا يتقل بس كده شويه روح طفي عليه على طول، قبل بقى ما اطفي عليه هروح حاطه اخر حاجه الفانيليا. الفانيليا بقى اللي هي بتديكي الايه الريحه اللي بتقلب الدنيا، يعني شايفين بدات تقل معايا اهو. انا مش عايزه قوامه تقيل، عايزاه يكون حلو كده. ايوه بس كده
يغلي بس كده سنه، هعلي النار شويه. شايفين القوام؟ شايفين؟ عايز سنه كمان، بس طبعا مش هخليه لحد ما يتقل قوي عشان ما بقاش مكبس كده معايا، عايزاه يبقى فيه شويه كده ايه من الحليب بالشكل كده، بس كده مش محتاج اي حاجه تاني. اطفي بقى عليه واحط الفانيليا اخر حاجه. شوفي ده الفانيليا هنا بختم بيها، احط اخر حاجه عشان ريحتها تبان، بحطها في الاول الريحه بتاعتها هتروح، بحطها هي اخر حاجه. شايفين القوام بدا يتقل معايا ازاي؟ وطبعا لسه هتحط في برده في الثلاجه، فطبعا القوام بتاعها هيتقل الفينيشه، فانا مش عايزه يكون اتقل من كده بالشكل ده. ريحته جميله جدا، هغرفه بقى ونرجع تاني مع بعض. شكل الرز باللبن بتاعنا يا رب يعجبكم زي انتوا معاكم هنا بالفول السوداني وكريز وشوكليت، وهنا ده كريم شانتيه يعني عشان الولاد بيحبوا الحاجات اللي فيها الوانات كتير كده، ودي الفواكه المجففه انا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو ده كده. خلصت النهارده حلقتنا، يا رب يكون الرز باللبن عجبكم، سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.